متابعين صباح اليوم. وهلا هل حب الذات يعتبر انانيه؟ هذا سؤال كبير لازم هيك تعرفوا علميا الجواب عليه. معي لايف كوتش سوزان ناهض، صباح الخير. بونجور سليم، اهلا وسهلا فيك. كتير بفكروا انه حب الذات هو انانيه او انه غلط ما لازم نحب، بعدين نحن العرب هيك بتربيتنا بجيناتنا اذا بدك هيدي التضحيه اللي انه انت مسحي حالك وهيدا قد ايه هيدا اذا بدك شيء ليكي. هلا كثير في توجيه صار لحب الذات انه هيدا الشيء صحي. نحن اكيد تربينا مش بس بالبلدان العربيه، يعني كثير بيتربوا على هالباترن على هالانماط انه لازم نحب غيرنا قبل، لازم نضحي لغيرنا، نخلق فيها هيدي الشغله بنصير نحس حالنا قلتي اذا نحن حبينا صح. حالنا وبنصير نتهم بالانانيه. صحيح. اليوم بدنا ناخذها من غير منظور، بدنا ناخذها انه نحن اذا حبينا حالنا بنقدر نحب غيرنا بطريقه اكثر، بطريقه صحيه اكثر. سو هون بتبلش عنا حب الذات، بنكون نحن مفولين كبيتنا. هيدا الشيء على طول بنسمعه، بنفول كبيتنا لنقدر نعطي غيرنا. ايه اكيد. يعني قد ايه لازم تحبي حالك لتبلشي تفيدي لغيرك؟ اكيد ما فيك تعطي من كبايه فاضيه، ما فيك تكوني منشفه انت من الحب وتحبي غيرك، ما بتقدري. كيف يعني نحب حالنا؟ بتبلش اول شيء بتوجيه الوعي لحالنا، بدنا نعرف نحن اذا عم نعطي حب لغيرنا. اوقات كثير توصلي لمحل بتلاقي انه انت ما عم تقدر تحبي غيرك بطريقه صحيه، بدك تسمعي لمشاعرك وهون بتبلشي انت توجهي حالك. انا على طول وقتها نحكي انا وانت بقول لك على طول بدنا نرجع لحالنا، وهون كمان بحب الذات ذات الشيء بدنا نبلش نكسر الانماط القديمه. في اربع عواميد اساسيات نحن بحياتنا الشخصيه لازم نشتغل عليهم ونحبهم. سو اول شيء بنبلش بصحتنا، صحتنا الجسديه، صحتنا العقليه، علاقاتنا مع غيرنا بدها تكون كمان، بدنا نحب حالنا لنقدر نكون علاقاتنا مع غيرنا صحيه، وبدنا نحب هيدا الشيء هيك بنقز اوقات بقولوا بدنا نحب علاقتنا بالمصاري. اليوم نحن اذا كنا عم نبني علاقه جيده بالمصاري كمان بنقدر نساعد غيرنا ونحب غيرنا من ناحيه المصاري. يلي ما اهتم بالمصاري او اذا بدك بهالشيء كان كثير اتخذ فور جرانتد بكثير محلات، بحس بالجلد وبيزعل من حاله بوقت واللاك اوف ماني كمان بياثر كثير وبيخليك بعدين انه يصير عندك غيره لغيرك، تقارني حالك بغيرك او تقولي انه انت شو ضحيتي على الفاضي. اكزاكتلي. سو هولي نحن هون في اكشنز بنبني، يعني تنبني هالعواميد الاربعه بحياتنا في اكشنز لازم نحن نتبعها. اول شيء لنقدر نبني هالاكشنز انا بحب اعطي مثل، بدنا نتخيل انه نحن اليوم عم نحب حالنا مثل ما بنحب اكثر شخص بحياتنا. انا على طول بس احكي مع الناس اللي حواليي بقول لهم اكثر شخص بتحبوا بحياتكم مين؟ بضوا عيونهم. اوكي. وكيف بتتعاملوا معه؟ اليوم انا اذا بدي احب شخص كثير بدي اساله عن صحته، اكلت، نمت منيح، شربت، صح. عم تاخذ الفيتامينز، عم بتروح على السبور، كل هول بس ما بنسالهم لحالنا. ذات الشيء بالصحه النفسيه، اليوم اذا حدا صحته النفسيه تعبانه بتهتمي فيه وشخص بتحبيه بتسالي عنه بتلفني له انا هون لاسمعك اذا عايز شيء، اذا عايز تحكي انا موجوده. كمان بتوجه الاشخاص اللي حواليك بس ما بنوجه حالنا. وبقصه العلاقات الاجتماعيه، يعني اليوم اذا شفتك انا بعلاقه توكسيك سامه بدي اجي وجهك اقول لك انا كثير بحبك، فبليز ما تكوني بهالعلاقه السامه او ما تنوجدي مع اشخاص منن مناح لإلك. اوكي. وبالمصاري كمان ذات الشيء بدنا نتطلع بالاشخاص اللي حوالينا ونقول لهم انتبهوا على علاقتكم بالمصاري، جمعوا مصاري، بنعطي هالنصايح لغيرنا على طول ما بنعطيها لحالنا. ما بنعطي لحالنا. سو هول الاكشنز بدنا نبلش قبل ما نعطيهم لغيرنا نوجههم لحالنا، هيك بنكون بلشنا نبني بطريقه سمبل بسيطه علاقه جيده مع حالنا وحب الذات بنصير عم نوجهه لحالنا. شو بصير لما نحب حالنا صح؟ كثير اشياء. يعني رح ضحكتي ضحكتي كانه شو بصير؟ انا يعني اختبرت هيدا الشيء، بتصير انا اختبرت هيدا الشيء. في كثير اشخاص عم بيختبروه ليتلي هلا مثل الناس عم توعى على حب الذات. بتتغير كل حياتك، بتصير تحبي اكثر، اليوم بس انت تحبي حالك، بدك تهتمي بصحتك، بتصير تفضلي يعني اطيب اكل لإلك.
بتصيري تفضلي احلى سبور لجسمك، بتصيري تفضلي احلى علاقات، ما بتعودي تقبلي بعلاقات سامه بحياتك. مزبوط. بتصيري تستاهلي انك تكوني بعلاقات اجتماعيه صحيه، وكمان بالمصاري بتقولي لحالك انا بستاهل عيش اللكجري، عيش بالمصاري اللي انا عندي اياها، عيش حياه افضل، وهون بصير قادره انا ساعد غيري على كل الاصعده. اذا انا عم بهتم بصحتي بصير اقدر اهتم بصحه غيري. اذا انا هي ببساطه اذا انت سعيده انت قادره تعطي السعاده. يعني انا بحكي خاصه أكيد. عن البيت، عن الام بشكل خاص، لانه الام هيك كثير اللبنانيه بتضحي. فنحن لما بنحب حالنا او بنكون مبسوطين مع حالنا نحن بنعطي السعاده لاولادنا لبيتنا، بنكون غير ما انت اذا انت مليانه من حالك، يو فول اوف يور سيلف. انا على طول بقول في اشخاص مليانين من حالهم بتحبي تقعدي معهم بتوصفيهم بتقولي اشخاص عندهم انرجي حلوه. ليه عندهم؟ شو هي الانرجي الحلوه؟ هو الاشخاص معبيين كبايتهم وعم بيقدروا يعطوا غيرهم. بتقعدي معهم بيعطوك بكرم، بيعطوك كل شيء. يعني لما الحدا بيكون عنده هيك هيدي الفايبس الحلوه معناتها هو مرتاح مع حاله، ليقدر حابب حاله، ليقدر الغير يحس بالبوزيتيف فايبس تبعه. بس حابب حاله، شو حلو، حابب حاله على كل الأسعدة، وعاطي حاله على كل الأسعدة، وعارف انه هو بيستاهل. نحن منخلق منستاهل نعيش بحياة مبنية على الحب. الحب احلى شيء بالدنيا. يعني اذا بدنا نحكي اليوم شو بيغذي العلاقات، شو بيغذي كل شيء حلو بحياتنا؟ الحب. يعني اذا انت اليوم ما عندك حب كيف بدك تقدري تكوني بعلاقه حب او محبه؟ يعني تمام exactly. الحب يعني انا اللوف السلف لوف، حبنا لحالنا، حبنا لغيرنا. طب سوزان سؤال هيك عندي ثلاث دقائق، يعني انت تتقسم القصص، اللي ما بيعرف يحب حاله هو كيف شخص على الارض؟ يعني هيك اذا فينا نختصره قد ايه هو شخص توكسيك للغير ولنفسه، عم بيأذي نفسه صحيا وجسديا في ناس ما عندها وعي. انا ما بحكم على الاشخاص اللي ما بتعرف تحب، لانه هذا كله بيجي ما بيعرف، بيجي من نحن وصغار. في كثير ناس بتنحرم بعائلتها من الحب او بتربى بمحل ما فيه كثير حب، lack of love على كبر. بس في ناس بتعمل ردة فعل عكسية exactly، ما بيقعدوا يعرفوا يحبوا غيرهم. لا، وفي ناس مثلا اللي ما عاشت الحب مزبوط ببيتها بتعطي حب اكثر. يعني في اثنين كاتيجوري من البشر بتمشي على الاثنين اكيد مزبوط. بس انا بدي احكي عن الاشخاص اللي عندهم lack of love. هول اشخاص صح بينقصهم الحب، بيصيروا بس يكبروا ما بيقدروا بقى يعطوا، بيصير بدهم ياخذوا. هون بتصير العلاقة عايزين توكسيك. لانه عايزين. انا بدي افهمهم. يعني كمان ما بدي اقرب من اشخاص توكسيك بحياتي، بس كمان بدي افهم بدي برر له التوكسيك ليه هو انوجد بهالحاله، لانه هو يمكن ما كان عنده حب، lack of love. باخذ اكزامبل، اليوم اذا حدا بيحب حاله مثل كانه عنده قطعه كيك بده يقسمها على كل اللي حواليه وبده ياكل هو معهم، بس الشخص يلي عنده lack of love بده ياخذ هالقطعه الجاتو له لحاله. يعني هون بتصير انانيه اذا بدك، صح؟ بصير الفرق بين السلف لوف كحق لإلي والسلف لوف كأنانية. وهون منتهم انه الاشخاص اللي بحبوا حالهم هن اشخاص أنانية، لانه في اشخاص بحبوا حالهم وما بيقدروا يحبوا غيرهم. لانه كمان اساس تحبي حالك بس من دون ما تدعسي على غيرك، من دون ما توصلي للي بدك اياه، يعني تمعس الناس لتوصلي. يعني كمان هيدي النقطة أساسية. لا، وأنت قلتي شغلة هلا أنا بدي أوضحها شوي. على طول بنوجه حب الذات للنساء. اليوم كمان انا بدي ميز انه كمان الرجال لازم يحبوا حالهم. نحن بمجتمع علمنا الرجال انه كمان انت لازم تضحي لعائلتك ولرفقاتك الرجال ما بيعرف يعبر عن الحب. انا عن جد بدي ادعي، لانه بيخجل يعبر عن الحب، بيخجل. سو انا بدي ادعي كل النساء يحبوا حالهم. يعني ويشجعوا الرجال اللي بحياتهم يحبوا حالهم، يهتموا بحالهم، يعطوا وقت لحالهم، لانه الرجال بس يحب حاله بيعرف يحب مرته، بيخلق علاقة جيدة مع كل، يعني مع محيطه، بيريح محيطه. اليوم الرجال كتير عايزين حب، وأنا كمان بدي أدعي إنه كل رجال يخصص وقت لحاله وما يستحي إنه يحب حاله. صح. كمان هيدي هون بتخلق علاقة جيدة مع نفسه، مع صحته، مع محيطه. بتمنى المسج تكون وصلت، يعني خصوصا إنه ليكي إنه أنا لفتي لي انتباه إنه الرجال بينسوا يحبوا حالهم عن جد. سوزان ناهض، شكرا لك. ميرسي لك. وانا قبل ما اختم كنا على طول بنحكي انا وياكي عن الكتب، وحابب شاركك بكتاب كثير ان شاء الله تحبيه. لا يعني هذا احلى شيء ممكن نتشارك فيه انا وياكي.
بكتاب كتير أثر فيي ليتلي أتوميك هابتس. إيه حكينا عنه yes. بأول يمكن صح. طلع صح. أنا وياكي ثانك يو كتير إن شاء الله تحبي. هيدي هدية غالية على قلبي بوعدك رح أقريه وقد إيه حلو نغير عاداتنا للأفضل تتغير كل حياتنا. حكينا كتير سيلف لاف بقلب هالكتاب كمان بيعلمنا نحب حالنا. أوكي أكيد رح يكون لنا لقاءات تالية إن شاء الله. بريك ونتابع صباح اليوم بآخر فقرة. ثانك يو.